بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما. أبناءنا الأعزاء، ها نحن نلتقي مجددا مع سلسلة الدروس السنة الثالثة متوسط لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا. إذن مرحبا بالجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نواصل الحصة، لازلنا في ميدان المادة وتحولاتها. في الجزء الثاني معادلة التفاعل الكيميائي، واليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى النشاط الثاني، صفحة 21 من الكتاب المدرسي، كتابة وموازنة معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم والفحوم الهيدروجينية. إذن وضعية الجزئية، نمزج هذه التفاعلات بمعادلة كيميائية. حيث رأينا سابقا مع الأساتذة الزملاء أنه يمكن أن نمزج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية ذات طرفين، طرف أيسر وطرف أيمن. الطرف الأيسر يحتوي على المتفاعلات والطرف الأيمن على النواتج. إذن بادئ لبدء ألف، تجسيد التحول الكيميائي لاحتراق الكربون. ونحن نعلم أن الكربون عندما يحترق مع غاز الأكسجين ينتج لنا، أو بالأحرى ينطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون. ونعلم أيضا مسبقا أننا يمكن أن تمثيل الذرات بمجسمات ذات لون وحجم معين. إذن الكرية الأولى تمثل ذرة الكربون، تتفاعل مع غاز الأكسجين. إذن غاز الأكسجين نمثله بكريتين حمرويتين تمثل جزيء غاز الأكسجين، ينتج لنا جزيء غاز ثنائي أكسيد الكربون، نمثله بذرة الكرية سوداء وكريتين حمرويتين. الكرية السوداء تعبر عن ذرة الكربون، وأما الكريتين الحمرويتين تعبر عن ذرتي الأكسجين. إذن ماذا نلاحظ في نلاحظ إذن في المتفاعلات لدينا ذرة كربون واحدة، أما بالنسبة للأكسجين فلدينا ذرتين اثنتين. أما في النواتج أيضا لدينا ذرة كربون واحدة وذرتين أكسجين. ما الذي نلاحظه؟ نلاحظ شيئين اثنين. أولهما أن في المتفاعلات توجد ذرة الكربون، وفي النواتج توجد ذرة الكربون. في المتفاعلات توجد ذرة الأكسجين، يعني ذرتين أكسجين. أيضا في النواتج نجد ذرة الأكسجين. إذن معناه نوع الذرات محفوظ، أما عددها فلدينا في المتفاعلات ذرة كربون واحدة وذرتين أكسجين. في النواتج نفس الأعداد، ذرة كربون واحدة وذرتين أكسجين. إذن ما الذي نقوله؟ نستنتج أن مبدأ انحفاظ الكتلة محقق. لماذا؟ لأن الذرات محفوظة نوعا وعددا. لدينا ذرة كربون في المتفاعلات وفي النواتج، ولدينا ذرة أكسجين في المتفاعلات وفي النواتج، وعددها متساوي. إذن الآن الملاحظة، نلاحظ أن عدد ذرة كربون في المتفاعلات هو نفسه في النواتج، كما أن عدد ذرة أكسجين هو نفسه في طرفي المعادلة. النتيجة المعادلة موزونة. إذن نعبر عن المعادلة بالصيغة الكيميائية. إذن ذرة كربون زائد ذرتين أكسجين ينتج لنا غاز ثنائي أكسيد الكربون. كربون زائد ذرتين أكسجين يعطي لنا جزيء ثنائي أكسيد الكربون، أو بعبارة أخرى كربون
يتفاعل او يحترق بوجود الاكسجين ينتج لنا غاز ثنائي اكسيد الكربون. اذا نضيف الحاله الفيزيائيه، الكربون ماده صلبه، الاكسجين غاز، وينطلق غاز ثنائي اكسيد الكربون غاز CO2. اذا فالمعادله موجوده. الان ننطلق الى ب الاحتراق التام لغاز الميثان. اذا ناتي الى مبدا انحفاض الكتله. نلاحظ في هذا الرسم التوضيحي على الجهه اليسرى المتفاعلات ذره الكربون وذرتين اكسجين، وعلى الجهه اليمنى في الكفه الثانيه ذره الكربون وذرتين اكسجين. نلاحظ ان المؤشر يشير الى الصفر، ان دل على شيء انما يدل على ان مبدا انحفاض الكتله محقق. نواصل النشاطات. الان ب الاحتراق التام لغاز الميثان. الاحتراق التام لغاز الميثان بمعنى وجود وفرة من غاز ثنائي الأكسجين. التفسير: التحول الكيميائي لاحتراق غاز الميثان بوجود وفرة من غاز الأكسجين. لدينا الجدول الآتي. هذا الجدول تدربتم عليه جيدا في الحصص السنة الماضية، السنة الثانية المتوسطة والحصة السابقة. جدول إذا التعبير عن الاحتراق التام لغاز الميثان عيانيا بالأنواع الكيميائية، مجهريا بالأغراض الكيميائية، بالنموذج الحبيبي، نوع الذرات وعددها، انحفاض الذرات نوعا وعددا، الحالة الفيزيائية، وأخيرا المعادلة الكيميائية. وقبل مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول ومكوناتها أيضا بعد التحول. إذا كما رأينا في الحصص السابقة، الاحتراق التام لفحم هيدروجيني وغاز الميثان هو فحم هيدروجيني، يعني من عائلة الفحوم الهيدروجينية. فعند وجود وفرة من غاز ثنائي الأكسجين ينتج لنا غاز، ينتج لنا بخار، ينتج لنا الماء، وانطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون. الجدول الموالي يوضح لنا. نلاحظ لاحظوا أبناء الطلبة، إذن عيانيا غاز الميثان زائد غاز ثنائي أكسجين النواتج الماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون. إذن مجهريا بالأفراد الكيميائية، إذن نعبر عن الصيغة الكيميائية عن جزيء غاز الميثان CH4 يتكون من ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين، يتفاعل مع غاز الاكسجين، نعبر عن الصيغه الكيميائيه لجزيء غاز ثنائي الاكسجين O2، يتكون من ذرتين اكسجين، ينتج لنا في النواتج انطلاق غاز ثنائي اكسيد الكربون، نعبر عنه بالصيغه الكيميائيه CO2، ذره كربون وذرتين اكسجين، بالاضافه الى الماء، جزيء الماء H2O، ذرتين هيدروجين مع ذره واحده اكسجين. اذا النموذج الحبيبي يجسد لنا هذا التفاعل. النموذج الحبيبي لغاز الميثان، جزيء غاز ثنائي اكسجين وجزيء غاز ثنائي اكسيد الكربون وجزيء الماء. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بالنسبه للذرات المتواجده في المتفاعلات وفي النواتج، نجد ذره الكربون في المتفاعلات وفي النواتج، نجد ذرة الأكسجين هذا في المتفاعلات وأيضا في النواتج، ونجد ذرة الهيدروجين في المتفاعلات وفي النواتج، إن دل على شيء إنما يدل على أن نوع الذرات محفوظ. أما بالنسبة لعددها، نأتي الآن لعدد كل ذرة، نلاحظ وجود في المتفاعلات ذرة واحدة كربون، وفي النواتج ذرة واحدة أيضا. أما بالنسبة للهيدروجين، أربع ذرات هيدروجين، في النواتج ذرتين اثنتين فقط. أما بالنسبة للأكسجين ذرتين أكسجين في المتفاعلات، وفي النواتج ذرتين أكسجين. إذا الخلل يكمن في عدد ذرات الهيدروجين والأكسجين المتواجدة في المتفاعلات والنواتج، حيث نجد أن العدد ليس نفسه. أربع ذرات هيدروجين في المتفاعلات وذرتين اثنتين في النواتج، ذرتين اكسجين وثلاث ذرات في النواتج، وبالتالي نقول ان مبدا انحفاض الكتله
لحد الآن غير محقق. إذن نوع الذرات محفوظ، أما عددها فهو غير محفوظ. الحالة الفيزيائية طبعا غاز الميثان مع غاز الأكسجين غاز، غاز ثاني أكسيد الكربون غاز، والماء سائل. الآن نأتي إلى عملية الموازنة. إذا قلنا سي اش 4 تتفاعل مع جوزي غاز أكسجين يعطينا سي او 2 زائد اش 2 او. للتفكير فقط، ذرة الكربون تكون بحرف كبير، ذرة الهيدروجين أيضا تكون بحرف كبير، يعني اتحاد الكربون مع الهيدروجين. الأكسجين أيضا تكون بحرف كبير، يعني ماجيسكيل. في النواتج أيضا ذرة الكربون بحرف كبير والأكسجين بحرف كبير، يكون لهما نفس الارتفاع. الماء كذلك ذرة الهيدروجين بحرف كبير والأكسجين بحرف كبير، لأن هذا الجزء مركب، جزء غاز الميثان مركب من ذرة الكربون وأربع ذرات هيدروجين. إذا الآن هنا نأتي إلى عملية الموازنة. عملية الموازنة، إذا قلنا الكربون لدينا ذرة واحدة في المتفاعلات وفي النواتج ذرة واحدة، الهيدروجين أربعة في النواتج اثنان، والأكسجين في المتفاعلات اثنان، وفي النواتج ذرتين في جزيء ثاني أكسيد الكربون وذرة واحدة في جزيء الماء، ثلاثة ذرات. إذا عملية الموازنة تستدعي اتباع مراحل معينة. أولها نلاحظ الذرة التي لا تتكرر كثيرا، على سبيل المثال ذرة الكربون نجدها في جزيء غاز الميثان في المتفاعلات، ونجدها في جزيء ثاني أكسيد الكربون في النواتج. نجدها في جزيء واحد في المتفاعلات وجزيء واحد في النواتج. ذرة الهيدروجين نجدها في جزيء واحد في المتفاعلات وجزيء واحد في النواتج، بينما ذرة الأكسجين نجدها في جزيء واحد في المتفاعلات وجزيئين اثنين في النواتج. إذا لا نبدأ بذرة الأكسجين، وإنما نبدأ بذرة الكربون ثم ذرة الهيدروجين ونترك ذرة الأكسجين في الآخر. إذا نلاحظ المشكل لا يكمن في ذرة الكربون، وإنما يكمن في ذرة الهيدروجين، ذرتي الهيدروجين والأكسجين. إذا لدينا في المتفاعلات أربع ذرات هيدروجين، وفي النواتج ذرتين اثنتين. إذا حتى يصبح العدد متساوي نضيف الرقم اثنان على يسار الحرف اش، هكذا بالطريقة هذه اثنان، حتى يصبح اثنان في اثنان يساوي أربعة، وبالتالي تصبح عدد ذرات الهيدروجين متساوية، هو نفسه في المتفاعلات والنواتج. تبقى الأكسجين. إذا الآن الأكسجين لدينا ذرتين اثنتين في جزيء ثاني أكسيد الكربون زائد ذرتين اثنتين في جزيء الماء، اثنان في واحد يساوي اثنان. يعني عندما لا نجد أي حرف معناه الرقم واحد، إذا اثنان في واحد اثنان زائد اثنان يساوي أربعة. إذا ما هو الرقم الذي نكتبه على يسار الحرف؟ أو هو رقم اثنان لكي نتحصل على رقم أربعة. إذا اثنان في اثنان يساوي أربعة، ويصبح لدينا هنا في النواتج الأكسجين أربعة ذرات. إذا ذرة الكربون في المتفاعلات ذرة واحدة في المتفاعلات وذرة واحدة في النواتج، الهيدروجين أربع ذرات في المتفاعلات وأربع ذرات في النواتج، الأكسجين أربع ذرات في المتفاعلات وأربع ذرات في النواتج. وبالتالي تحقق مبدأ انحفاظ الكتلة محقق. لماذا؟ بعبارة بسيطة، لأن نوع الذرات محفوظ كما رأينا، وعدد الذرات أيضا محفوظ، وبالتالي كما نرى في الجدول الآن، في الجدول نواصل الجدول. إذا هنا
جدول الملاحظه ان احتلال غاز الميثان في غاز ثنائي الاكسجين ينتج غاز ثنائي الكربون والماء، عدد الذرات ليس نفسه في طرفي المعادله، وقمنا بموازنه العدد. العدد الان اذا الخلاصه موازنه المعادله الكيميائيه هي عمليه تحقيق مبدا انحفاظ الكتله في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادله الكيميائيه. ناتي الى الميزان، اذا نجد في الكفه اليسرى ذره كربون واحده، في الكفه اليمنى ذره كربون واحده، اربع ذرات اكسجين، اربع ذرات اكسجين، وفي النواه ايضا اربع ذرات، والهيدروجين اربع ذرات هيدروجين في كفه المتفاعلات، واربع ذرات هيدروجين في كفه النواتج، وبالتالي المؤشر سوف يشير الى الصفر، معناه ان الميزان في حاله توازن، وهذا التوازن لم يتحقق الا بعد موازنه المعادله باضافه هذه المعاملات ستوكيومتريه على يسار، على يسار الجزيء او اثر. اذا في هذه الحصه قمنا بتسجيل احتراق الكربون مع غاز الاكسجين، وفي المرحله الف، وفي المرحله ب الاحتراق التام لغاز الميثان. وفي الحصه القادمه ان شاء الله سوف نتدرب على موازنة المعادلات الكيميائية إلى الطرق الناجعة في تحقيق مبدأ الموازنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.